يوم جديد ان شاء الله يكون يوم سعيد وجميل علينا كلنا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح لن تخلو من كتير من الاخبار والمستجدات اللي دايما بنهتم ان احنا نعرفها لحضراتكم اولا باول. صباح الفل عليك الحمد لله على السلامه. صباح الخير جدا يا كريم. صباح الهنا والرز عليك. صباح الهنا والرز على حضراتكم جميعا من اي مكان بيتابعونا حاليا وحلقه نهايه الاسبوع. واكيد زي ما كريم بيتكلم لن تخلو من اخبار يعني حصريه وكلام كتير جدا برضو عالميا ومحليا عن كره القدم والصفقات الاخيره كمان تحديدا للدوري السعودي اللي هي بجد بتفاجئنا يوم عن يوم باسم جديد واسم لامع في يعني عالم كره القدم اللي لحد دلوقتي واحد مش عارف طب هوز نيكست زي ما بيتقال مين اللي جاي. وتفاصيل طبعا الصفقه الاخيره احنا بنتكلم على نيمار وردود الافعال المختلفه في الصحف العالميه كل ده اكيد هنتابعه مع حضراتكم النهارده. هوز نيكست احتمال مش صلاح؟ اكيد احتمال. بص في كلام داير بقى له يومين وبالذات بعد اللقطه اللي حصلت ما بينه وبين يورجن كلوب. ناس كتير قالت لك صلاح قفش وكان الموضوع بالبساطه دي وانه خلاص انه ابتدى ينفتح جديا على العروض اللي جايه على العرض اللي جاي له من الاتحاد. ده هيبقى اغرب خبر نسمعه أوبا. بس يعني هو بعيد شويه بس خلينا نشوف. هي بصي مع الدوري السعودي ما فيش حاجه وكلها يعني نقدر نقول بالكثير قوي ايام وتتضح الصوره فيما يتعلق بالنقطه دي. طبعا احنا يوميا بيكون لينا مع حضراتكم فقرتين حواريتين. لا الكلام ده مش النهارده. النهارده عندنا ثلاث فقرات حواريه. الفقره الاولى ان شاء الله هنتكلم من خلالها عن الاحمال البدنيه في التدريبات ومدى اهميتها. الفقره الثانيه عن دور الرياضه في تعزيز الثقه بالنفس. والفقره الثالثه هتكون مع الناقد الرياضي نادر عبد الناصر اللي هنتكلم معاه في كتير من التفاصيل اللي تخص النادي الاهلي واللي تخص بقى بدايات الدوريات الاوروبيه والميركاتو الصيفي وكتير من الاشياء. طبعا بس يعني عايزين نبتدي مع حضراتكم يعني في بدايه حلقتنا النهارده بننا نتكلم شويه عن موضوع المفروض ان هو بديهي، المفروض ان هو منطقي، وانا شخصيا مش فاهم احنا ليه الاقدار حطتنا في ظرف ان احنا نضطر نتكلم فيه علما بان هو المفروض انه من البديهيات ما نتكلمش فيه اصلا. عموما تعالوا نتكلم شويه عن فكره وعن اهميه وعن جدوى وضع معايير ومواعيد ثابته لكافه البطولات عشان يعني نحضر على سبيل التغيير سيزن منظم ومنتظم. امبارح النادي الاهلي ارسل خطاب لاتحاد الكوره عشان يعني نعرف ميعاد ومكان السوبر المحلي اللي هيقام او اللي بيقام طبعا سنويا من مباراه واحده فقط بين بطل الدوري وبطل الكاس. دي بديهيات نرجع ونقول لان المفروض يكون اتحاد الكوره اخطر النادي بالفعل بهذه الاستفسارات من غير ما نضطر ان احنا نبعت خطابات. كمان النادي الاهلي زود في استفساراته وسال عن تفصيله لائحه البطوله والحقوق التسويقيه والجوائز الماليه الخاصه بيها وهل هيكون في اي تعديلات جديده طرأت على نظام البطوله المعمول به في المواسم الماضيه ولا هتفضل زي ما هي. احنا لسه بنقول بسم الله يعني ما فيش حد لغايه دلوقتي عارف اي حاجه والنادي عايز يعني يعرف كافه المعلومات عشان الجهاز الفني للنادي الاهلي يقدر يقوم بالترتيبات الاداريه والفنيه اللازمه وفق مشاركات الفريق المقرره في الموسم الجديد محليا وقاريا. نتمنى يكون في اجابه. انا بتفق معاك جدا وبتفق مع كلامك وكمان انا هضيف ان احنا يعني محتاجين او عايزين كمان نتكلم في موضوع يعني مرتبط بالكلام الكريم بيقوله هو فكره كمان الاهتمام الاعلامي والجماهيري مع اول نسخه كمان لدوري السوبر الافريقي زي ما احنا كنا بنتكلم وكمان فكره هنا اول بطوله قاريه للانديه قادمه خلال انت بتتكلم المرحله اللي هي اللي جايه تحديدا وعارفين ان اللي هيشارك فيها طبعا مصر او من مصر يعني هو النادي الاهلي بصفته النادي الاهم والاكثر جماهيريه زي ما احنا عارفين وشعبيا والقابا يعني في القاره ككل. ودوري السوبر الافريقي في اول نسخه كمان واخد اهتمام يا كريم كبير جدا وده نظرا لمشاركه انديه كبيره معظمها يعني توج اصلا بدوري ابطال افريقيا اكثر من مره. خليني ادي لحضراتكم يعني امثله. خلينا نقول على سبيل المثال هتلاقي مبدئيا بلغه الارقام النادي الاهلي توج باللقب في 11 مناسبه، الوداد المغربي 3 مرات، الترجي 4، مازيمبي الكونغولي 5 مرات. فانت عندك برضو يا كريم اسماء كبيره جدا، انديه كبيره جدا، تنافسيه شديده جدا، فيعني بطوله هتكون رائعه وبالتالي احنا بنتمنى الافضل طبعا. اكيد. وال11 لقب اللي بتتكلم عليهم انا وانت حضرنا منهم كام؟ 2 ولا 3؟ والله اعتقد يا كريم 2. لا صح كده؟ لان مين. في واحد هرب مننا في ظروف في ظروف استثنائيه. طبعا يعني بالاضافه للكلام اللي نهاوند بتقوله لحضراتكم عايزين كمان نتكلم في ان فكره المكافئات الماليه المره دي هتكون كبيره قوي في اول نسخة من
دوري السوبر الافريقي، يعني احتمال توصل ل 11 مليون دولار، يعني البطل هياخد 6 مليون، يعني اكتر من اللي بياخده بطل دوري ابطال افريقيا. القرعه هتكون في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر اللي جاي ان شاء الله، وطبعا لسه ما تحددتش مكانها، وكل المباريات المفترض ان هي هتقام بنظام الذهاب والاياب ابتداء من الدور ربع النهائي حتى المباراه النهائيه. موعد البطوله هيكون من 20 اكتوبر لغايه يوم 11 نوفمبر، يعني الكلام ده هيحصل بعد انطلاق فعاليات الدوري المصري باسابيع قليله جدا. البطوله هتقام طبعا تحت اشراف الفيفا وتحت مظله الاتحاد الافريقي لكره القدم. اكيد بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. احنا عندنا الحقيقه يعني برضو داخلين معترك مش سهل الفتره اللي جايه، عندنا اجواء افريقيه هنبتديها بمباراه السوبر الافريقي قدام الاتحاد العاصمه الجزائري، بعدها هندخل في تحدي جديد وهو دوري السوبر الافريقي، والوقت ده هيكون كمان انطلاق مسابقه الدوري العام، يعني عندنا شغل كتير جدا في الفتره اللي جايه، والكلام ده كمان هيحصل قبل نهايه السنه، يعني قبل نهايه السنه اللي احنا فيها ممكن بشويه كمان، يعني نقدر نقول بشيء من المجهود وشيء من العزيمه وبروح الفانيلا الحمراء اللي بتكون حضرانا دايما، ممكن جدا يكون معانا بطولتين قبل نهايه السنه دي، يعني نبتدي بيها موسم جديد ان شاء الله، ودي تتقال عليها ايه احلى بدايه. يا رب خير. يا رب كمان بقى خير للمنتخب طبعا، منتخب مصر. واخر الاخبار امبارح تحديدا روي فيتوريا وصل للقاهره بعد انتهاء طبعا الاجازه بتاعته عشان يبدا بقى يجهز لاستعدادات معسكر سبتمبر اللي هيكون من خلاله مباراتين عندنا امام واحد اثيوبيا في 8 سبتمبر في الجوله الاخيره من التصفيات المؤهله طبعا لكاس امم افريقيا، واللي حسمها يعني او حسمتها مصر بالتاهل رسميا بصداره المجموعه. كمان عندك المنتخب هيقود وديه أخرى أمام يعني المنتخب التونسي في 12 سبتمبر، هتكون المباراة في القاهرة. وخليني أقول لحضراتكم برضو في نقاشات حول احتمالية مواجهة الجزائر، لسه يعني الكلام مش أكيد، في أكتوبر برضو المقبل طبعا مباراة ودية، فخطة التحضير وإعلان فكرة القايمة وعدد اللاعبين والملعب اللي هيتلعب عليه كل المباريات الودية ده مهم جدا، وكل دي ملفات هيتم مناقشتها طبعا وهيتطرق ليها فيتوريا وهيحسمها مع جهازه المعاون في أول اجتماع، وأكيد احنا كمان هنطلع حضراتكم بيها. بس سوفر أو يعني حتى هذه اللحظة يا كريم أنا شايفة إن الراجل ماشي بأجندة كويسة، فبالتوفيق طبعا للمنتخب. احنا عايزين يعني نتائج مختلفة بقى، عايزين نتائج مختلفة، حقنا يبقى عندنا نتائج مختلفة، لان انت في الاول وفي الاخر ما بتأثرش في فكرة اختيارك لمدير فني جيد، يعني بتدور وبيحصل اخفاق مرة وبتصيب مرة تانية وحد بيجي ما بيكملش للنهاية وهكذا، في كل ده وناس بيتم انتقادها بشكل كبير وناس بتكون يعني واخدة دعم بشكل برضو كبير، كل ده موجود وكل ده وارد وكل ده هيحصل تاني، مش حصل وخلاص. فالمهم بس مع كل ده ومع الرؤية اللي احنا شايفينها في فيتوريا والأمال الموجودة على هذا الرجل يكون قدها، بس لأن أنا برجع تاني أقول المصريين من حقهم يفرحوا، 100 مليون وأكتر يا كريم من حقهم يفرحوا، ولو حتى هيفرحوا مش بنتائج فظيعة، على الأقل مستوى أفضل، على الأقل تطوير في الكرة. احنا من الجماهير على فكرة اللي فار جدا، بمعنى أن أنت لو لعبت مباراة حلوة وأنا شفتك بتبذل أقصى ما عندك بس النتيجة مش لصالحنا ما بنزعلش. ما بنزعلش حقيقي، لكن لما تبقى اللعب وحش أو لعب لا يليق بالمنتخب وبعدين كمان نتيجة لا تليق، الموضوع بيبقى محبط جدا. أتمنى وكلنا نتمنى ده لا يكرر أكيد، يعني أكيد، لأن طبعا إحنا بنتكلم على منتخب مصر الوطني، منتخب قومي، يعني بنزعة وطنية كده طبيعي إن الواحد بيسعد لأي إنجاز بيحققه المنتخب. إحنا هنا مش بنتكلم على جماهير نادي معين سواء أهلي أو زمالك أو غيرهم، لكن إحنا بنتكلم على جماهير حابة تشوف منتخبها الوطني بشكل مشرف، واحنا كان في فترات قبل كده شفنا فيها المنتخب في حالات يعني نقدر نقول عليها استثنائيه بالمقارنه باللي احنا فيه، شفنا ايام حلوه وشفنا امجاد مع منتخب مصر قبل كده، يا ريت بقى نرجع نشوفها مرات ومرات في القريب العاجل باذن الله. عوده من جديد حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. تعالوا بقى نتكلم شويه عن كاس السوبر الاوروبي، النهارده في ماتش المفترض انه هيكون تقطيع بين طبعا مانشستر سيتي بطل دوري ابطال اوروبا واشبيليه بطل الدوري الاوروبي في بطوله كاس السوبر الاوروبي. طبعا
هنشوف كرة قدم حلوة، هنشوف منافسة قوية جدا، خصوصا ان المان سيتي معروف طبعا بجبروته الهجومي، ولكن برضو إشبيليا مش هين يعني مش هيبقى في الخصم الهين بأي حال من الأحوال، وصعب يخسر النهائيات زي ما احنا متعودين منه. الحقيقة المباراة هتكون في الساعة 10 مساء ان شاء الله، وهتتلعب في اليونان، ودي اول مباراة في نهائي قاري تقام في اليونان منذ نهائي دوري الأبطال. الكلام ده كان في موسم 2006-2007. كلام جميل. بص بقى تعالى للخبر، خبر الموسم زي ما كنت بنوه في البداية، والكلام طبعا داير بقاله 24 ساعة تحديدا عن التقارير اللي بتقول ان الهلال السعودي انهى الاتفاق او الانتقال مع نيمار، والنهارده تحديدا الصفقة. احنا بنقول لحضراتكم بيبقى في دايما رومرز، بيبقى في كلام، لكن علشان نطلع نقول حاجة بشكل رسمي لازم بيكون معلومة مؤكدة. النهارده بنقول بشكل رسمي ان الصفقة بقت خلاص وتم الاعلان عنها، يعني تمت وتم الاعلان عنها. الهلال تعاقد مع النجم البرازيلي يعني قادما من باريس سان جيرمان نيمار، اللي شارك مع فريقه الموسم الماضي في 28 مباراة كده خلال جميع المسابقات، وأحرز بلغة الأرقام 16 هدف، صنع كمان زيهم، وده قبل تعرضه للإصابة طبعا اللي كانت في فبراير الماضي. وكمان عايزة أقول لكم من أفادة التقارير أن الصفقة دي كريم اتكلفت كام؟ لا رقم مش غالي بقى، مش عالي، 300 مليون يورو راتب اللاعب في موسمين، بس مش ده بس، و80 مليون يورو للفريق الفرنسي، ده غير شويه امتيازات. بص بقى لشويه الامتيازات، لانه احنا سيبك من كل اللي فات ده، عندك شويه امتيازات. مش قادر اسيبك من 300 مليون، مش قادر. بص انا وحتى مش عايز امتيازات. اقول لك على حاجه، الارقام دي بقت دلوقتي عاديه، يعني احنا اول ما سمعنا عن تحديدا صفقه كريستيانو قلنا 200 مليون يورو طبعا. كان بالنسبه لنا وقتها رقم ضخم جدا، بعدين لقينا الموضوع بيوصل ل 400 مع لعيبه ثانيه، بعد كده 700 مع ميبابي، وهكذا. الارقام بقت دلوقتي تسمع 200 و300، تحس ان اللاعب ده على قده يعني، فاهم ازاي؟ فالموضوع صعب طبعا، لكن زي ما بقول لكم في مكافآت وفي حاجات اخرى. المفروض ان هو هيكون ليه مكافأة بعد كل انتصار مع الهلال السعودي، طائرة خاصة تحت امره في اي وقت، زي بالظبط ما حصل او الصفقة لما كانت مع كريستيانو رونالدو، ده غير منزل ضخم اتقال ان هو تقريبا في حدود 500,000 يورو يعني. وكمان عندك مقابل كل منشور عبر انستغرام هيبقى فيه يعني او دعاية هيكون فيه برضو مبلغ مالي كبير يعني. بص الموضوع يعني كباكج حلو، باكج هو دي باكج يا ست الكل، هي دي باكج عاديه. شوف اقول لك على حاجه، ما تقوليش بعد ما انا والله ما انا قايله كنت هقرا لك حاجات الارقام. لا اقريها، بس عايز اسالك الاول في حاجه قبلها. والله كفايه فعلا بالمره عشان نجلس على المشاهدين نعقد الدنيا اكتر. دلوقتي لما كريستيانو يسمع الارقام دي اللي وصلت في حاله ميسي ما يقفش على النص، لا يقفش، مش كده؟ انا لو منه اقفش وازعل، والله بكلمك هزعل على نفسي. سمعت بس انا مش عارف ايه مدى يعني ايه مدى صحه الكلام ده، عايز يعدل ال لا مش عن كريستيانو. سمعت ان في تفصيله معينه في عقد نيمار هي اللي كفيله ان هي تثير غضب بل وجنون كريستيانو. ايه هي بقى؟ انا ما اعرفش، بس كان مانشيت كده ما لحقتش اقرا تفاصيله، بس ده الرقم ده لوحده كفيل ان هو يعكن على كريستيانو يعني نيمار. طبعا هو ازيد بكتير، بس بص يعني انا ما اعرفش الصفقات دي بتتم الارقام فيها بناء على ايه، او الديل بناء على ايه يعني برضو، لان هل مثلا طبعا اسم كريستيانو اعلى من نيمار بكتير، بس برضو في فارق السن، وفي نفس الوقت برضو العروض المقدمه المختلفه والنادي اللي انت جاي منه والمشاكل اللي كانت موجوده قبل او بعد، كل دي بتتحط طبعا بشكل كبير جدا. ف يعني بس اللي كان عليها علامه استفهام، لان هي بكل المقاييس كانت صفقه مش مفهومه، هي صفقه ميبابي. لا طب. يعني بنتكلم في موسم واحد الموضوع كان واصل ل 700 مليون. لا كان غريب، 700 مليون في موسم ولا موسمين؟ موسم واحد، موسم واحد، موسم وقال لا، وقال لا انا ليا كلام تاني معاك بكلمك بامان، قال لا يعني وده الغريب جدا، واستمر زي ما احنا طبعا اعلنا مع بي اس جي. طيب على كل حال عشان يعني ما نتعبش اعصابنا، خلينا نروح للتصريحات المختلفه طبعا عقب الصفقه دي او اتمام الصفقه دي بشكل رسمي. ما قيل يعني هنبدا بناصر الخليفي طبعا رئيس نادي باريس سان جيرمان، هو قال كده، قال في التصريحات اللي هو نشرتها كذا صحيفة عن لسانه، يعني قال من الصعب حتما أن نقول وداعا لأسطورة النادي، لن أنسى أبدا اليوم الذي وصل فيه نيمار إلى باريس سان جيرمان ولا ما حققه لنا،
لنادينا ولمشروعنا على مدى السنوات الست الماضية. وواصل قال كمان: لقد عشنا لحظات غير عادية، سيظل نيمار دائما جزءا من تاريخنا، جزءا من النادي إلى الأبد، وأود أن أشكره هو وعائلته، نتمنى له الأفضل في المستقبل ومغامراته المقبلة. يا سلام، لمسات رقيقة، ما خبطش فيه زي ما عمل مع مبابي يعني. الدنيا لا، العلاقة بينهم كانت كويسة، بس هي مشكلة نيمار كانت الإصابة برضو، خلي بالك كان عنده إصابة يعني قعدته برضو فترة. فعلى كل حال، بس طبعا صحف مختلفة كريم اتكلمت عن ده، يعني اللي قال لك الهلال يضم نيمار الهداف التاريخي للمنتخب، اللي قال لك صفقة تاريخية، اللي قال لك النجم البرازيلي الرائع يغادر الكرة الأوروبية، اللي قال لك ثورة الكرة السعودية مستمرة واللي قال لك رسميا أكد يعني الخبر خلاص نيمار هناك، فعصر جديد في كرة القدم السعودية، وغيره وغيره من الصحف. أنا بقول لكم مش المحلية دي، العالمية كمان. طب ده اللي قالته الصحف. تعالي بقى نعرف الأستاذ عادل كريم الناقد الرياضي هيقول لنا إيه في هذا الإطار، وبالمرة برضو نعرف منه آخر المستجدات على موضوع برضو محمد صلاح. بس نبتدي الأول بنيمار. يا أستاذ عادل، صباح الفل عليك وأهلا بيك معانا. صباح الفل يا كريم، وبونجور يا نهوان. بونجور، صباح الهنا. خدتي بالك ايه؟ خدتي بالك بالتفصيله دي؟ انا صباح الخير، لكن في حالتك الوضع طبعا صح يا بريد، انا معاك في اللي انت بتقوله ده مليون في المية. يا كريم، انت لو قلت لها صباح الخير هتيجي يعني هتبص لي من فوق تعبانه، لازم اقول لها بونجور معلش. كل واحد بقى، ايوه صح كده. ايوه صحيح. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون في احسن صحه واحسن حال. دلوقتي قبل ما ندخل معاك في التفاصيل الخاصه بنيمار وانتقاله للدوري السعودي، في البدايه بس نعرف منك كده، كان في كلام دار اليومين اللي فاتوا خصوصا بعد المشاده اللي حصلت ما بين محمد صلاح، وهي مشاده مكتومه الى حد كبير بين محمد صلاح وبين يورجن كلوب، وشفناه كلنا في مباراه تشيلسي وهو خارج من الدقيقه 77 وغضبان جدا وعمال يفك الشريط اللازق اللي على ايديه ويرميه على الارض، ويورجن كلوب عمل نفسه مش واخد باله عشان ما يدخلش في يعني في خصومه مباشره معاه. الى اي مدى ممكن يكون الكلام ده حقيقي؟ بص، هو الكلام ده بيتكرر كل لما بيحصل، يعني كل ما صاحبي يخرج، لان صلاح دايما ما بيحبش يخرج من الملعب، بيحب يبقى موجود على طول في الملعب. هو صلاح بيزعل كل ما بيطلع ايا كانت الموقف يعني عامل ازاي. لكن طبعا اليومين دول مع الاستثمارات الكبيره اللي حاصله في الكره السعوديه، ومع الاتجاه لاسامي كبيره جدا زي ما احنا شايفين كل يوم بيحصل ده، وكان مع عرض الاتحاد قبلها بيوم او بيومين، اللي كان تقريبا الوكيل صلاح قفل الكلام تماما وقال ان احنا ما فيش اي تفكير ولا اي كلام اتكلمناه في الموضوع ده. طبعا الكلام اتجدد مع الموقف زي ما انت قلت كريم في مباراه تشيلسي، لكن اعتقد ان من امبارح برضه بالليل كل الناس المهتمه بالانتقالات وكده بتاكد ان صلاح مركز بنسبه 100% مع ليفربول. وليفربول امبارح عمل حاجه يمكن ناس كتير ما خدتش بالها منها، يعني عارف اللي هو رد من غير ما يرد، يعني هو رد بالشياكه كده. امبارح كان في الميديا داي او اليوم الاعلامي لنادي ليفربول، فالنادي منزل صور اللعيبه في الميديا داي دي، فاول صوره نازله صوره فان دايك باعتباره كابتن الفرقه، بعديها على طول صوره صلاح وهو موجود في الميديا داي، وهو بيستعرض التيشيرت بتاعت الفريق بتاعت الموسم ده، وهو بيضحك مع زمايله، وهم عارف اللي هو بيرد بصوره غير مباشره، بيقول ان مفيش اي مشكله، اللعيب هو اهم لعيب عندنا، هو نجم الفرقه، هو اول واحد موجود في الميديا داي بتاع الفرقه. فهم ردوا باسلوب غير مباشر، زائد زي ما قلت لك كل الناس المهتمين بالانتقالات وكده اكدوا ان صحيح العرض كبير والعرض قوي جدا، والاتحاد عنده احتمالات يرفع العرض كمان، لكن صلاح مركز بنسبه 100% مع ليفربول. جميل. طيب، يعني انا طبعا هيك كمنسق ل او اعلامي للبطوله العربيه برضو دكتور عادل، انا عايزه اروح معاك لان احنا كلنا شفنا الصوره بتاعت حضرتك مع كريستيانو، رغم ان انا عارفه انك مش من عشاق قوي كريستيانو يعني. بس طبعا حابين نعرف الكواليس وكواليس لقائك برضو كريستيانو وغيره من النجوم هناك، خلينا نسمع منك، اتفضل. هو الشغل ملوش علاقه، انا بحبه ولا كنت بشتغل يعني. هي الفكره كانت في النهائي، طبعا كنت انا منسق اعلامي للمباراه النهائيه الحمد لله يعني. ف كان استلام الجوائز المفروض هيتم في الملعب، لكن بعدها تم الاتفاق انه هيتم في المقطوره نتيجه وجود طبعا يعني نائب الملك وكده عشان يسلم الجوائز. فالمصورين كانوا موجودين في مكان مش قادرين ياخدوا اللقطه بتاعه اللعيبه وهي بتستلم الجائزه يعني. فكريستيانو بعد ما خد جائزه الهداف هو نازل، فكرت كده فرحت فقلت له يعني بليز يعني لو تقدر انك تيجي بس كده المصورين احتراما ليهم ان هم ياخدوا اللقطه بتاعتك دي. فقال لي اوكي، فجينا مع بعض اتحركنا مع بعض رحنا ناحيه المصورين عشان ياخدوا الصوره بتاعته مع التروفي بتاع هداف البطوله. فحد من المصورين بقى صورني ونزل الصوره، فعرفت فحصل قلبان كده، بس الحمد لله نات
توفيق من عند ربنا يعني، بس كنت بعمل شغلي يعني. طبعا لا بس هي كانت صوره حلوه ولقطه كانت اكيد حلوه، محتاجين كنا نقف عندها. طيب بمناسبه ده الحديث عن نيمار، كنا لسه بنتكلم انا وكريم، ودلوقتي لو تتفق معانا بقينا نسمع 200 300 مليون يورو، لا يعني ما بقاش الرقم يخضنا زي ما كنا في الاول بنسمعه. حتى دلوقتي الصفقه انا بشوف ان هي ما هيش الصفقه الواو يعني، بتتكلم احنا سمعنا 400 و500 و700، فبتشوف انتقال نيمار برضو يعني السرعه دي للدوري السعودي؟ وبعدين كمان سؤالي الثاني هو الدوري السعودي الى اين يعني، هل احنا هنقفل على كده ولا هنسمع اسماء تانية؟ لان لو احنا هنتكلم جد شويه ده هيؤثر بشكل سلبي جدا على الدوريات الاوروبيه الاخرى، ده هيفرغها تماما من يعني نجومها. دي نقطه اعتقد برضو لازم تكون في الحسبان شويه ليهم. هي البوينت زي ما قلت انا عند الارقام، ممكن احنا نسمع ارقام اكبر من كده، لكن هي المشكله ان الميزانيه تعتبر مفتوحه يعني، مفيش انا مش يعني ما اعتقدش ان في جزئيه اللعب المالي النظيف اللي موجوده في اوروبا اللي بتحجم الانديه في ان هي تعمل اكبر من صفقه بالكلام ده، مش موجوده بالانديه السعوديه. الميزانيه مفتوحه خاصه مع الاربع انديه اللي هي بتحافظ عليها صندوق الاستثمارات، اللي هي الهلال والنصر والاهلي والاتحاد، الميزانيه بتاعتهم مفتوحه يقدروا يجيبوا اللي هم عايزينه. النقطه الثانيه كمان مش بس في قيمه الانتقال اللي بتدفع للنادي، في المرتب اللي بياخده اللاعب يعني. احنا بنتكلم في نيمار تقريبا هياخد زي ما سمعنا يعني 160 مليون يورو في الموسم، ده غير الامتيازات الاخرى اللي هي بقى كل بوست مش عارف بكام، وكل فتره من حقه انه ياخد يعني ينزل بوست عن المملكه وياخد عليها فلوس، وانه كل حاجه بيكتبها مش عارف بياخد ايه، حاجات كده امتيازات ما يعني مالهاش علاقه بالكوره اساسا. هي دي النقطة الأكبر. كمان فكرة المرتب يعني، مثلا خلينا ناخد مثال زي مثلا نقوله كانتي لما راح من تشيلسي للاتحاد، ماشي قيمة الانتقال ما تعتبر قليلة أو ما كانتش كبيرة، أو ممكن تكون فري كمان لأنه كان مخلص عقده مع النادي بتاعه، لكن هو اللعيب كان بياخد في إنجلترا 3 مليون استرليني مثلا في الموسم، بياخد في الاتحاد 30 يعني، كان في 10 أضعاف. بنزيما بياخد 100 يعني، أرقام كبيرة جدا كرواتب، وهو ده اللي بيغري اللعيبة إنها تروح. لكن أكيد نيمار حاجة حالة خاصة، لأن احنا بنتكلم مثلا في كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، لعيبة في نهاية مشوارهم، لعيبة عملوا كل حاجة، كسبوا كل حاجة، خدوا البالون دور، عملوا كل حاجة، فخلاص. طب ده مش سبب أدعى يخلي نيمار، لا نيمار أنت مشيت أصلا من برشلونة 2017 بتكسر العقد بالصفقة الأكبر في التاريخ، عشان كما قيل يعني من البيئة بتاعته وقتها، أنا مش عايز أفضل في ظل ميسي، وأنا عايز أكسب البالون دور، وأنا عايز أروح أنا اللي أجيب الشامبيونز ليج لباريس سان جيرمان، وعلى مدار 5 سنين او 6 سنين ما عملتش ده مع باريس سان جيرمان. وفي الوقت الحالي بعد ما ميسي وبعد ما مبابي بيقترب من الرحيل، كنت انت مرشح تبقى انت النجم الاول مره ثانيه، فانك تاخد خطوه زي دي غريبه شويه. صح. طيب احنا عايزين برضو مساعده حضرتك في ان انت تحسم لنا كده نقطه كنا بنتكلم ومدردش فيها من شويه انا ونهواند، فكره ان بناء على ايه بيتم التقييم يعني، حد زي كريستيانو رونالدو بجلاله قدره تمام بانجازاته بتاريخه الى اخره، لما ينتقل للدوري السعودي ويتم الاعلان ان الصفقه دي كانت تكلفتها 200 مليون يورو، وبعد كده يسمع ان حد زي مبابي اتعرض عليه 700 مليون يورو، او ان حد زي نيمار معروض عليه 300 زائد كل الامتيازات اللي حضرتك تفضلت بذكرها، طب دي مش حاجه كفيله بان هي تشعل نار الغضب بداخل كريستيانو رونالدو؟ لا هو اكيد برضه في عوامل ثانيه يعني، مثلا عنده 24 سنه، انما كريستيانو 38 سنه، فكريستيانو اكيد في نهايه مشواره يعني، مش ما اكيد كل ما اللعيبه يتقدم في العمر وكل ما العطاء بتاعه متوقع بيكون اقل شويه الموضوع بيقل. عوامل ثانيه مثلا كريستيانو كان لعيب فري يعني، ما هواش مثلا مرتبط بعقد مع نادي في الوقت ده، هو كان لعيب خلاص فسخ عقده مع مانشستر يونايتد فهو فري فهو متاح. انما مبابي انت لازم هتروح تدفع مبلغ للنادي اللي انت هتجيبه منه زي ما حصل مع نيمار مثلا. كل العوامل دي بتفرق طبعا، بس هي الفكره الرقم نفسه يعني، هي فكره في حاجه اسمها ماركت فاليو او قيمه سوقيه، فانت القيمه السوقيه ممكن تعلى عليها شويه، ممكن تنزل عنها شويه حسب المفاوضات بين الناديين، انما انك اللي بقى القيمه السوقيه مثلا 10 فانت تجيبه ب 100، دي اللي مش منطقيه خالص يعني. دي النقطه اللي بنتكلم فيها. صحيح. على كل حال بنشكرك جدا دكتور عادل، وان شاء الله نشوفك قريب، بس احنا اجازه بقى الاسبوع الجاي بعد ما نعود ان شاء الله من الاجازه مره ثانيه. شكرا ليك جدا. طيب خلونا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده نتعرف على مجموعه جديده من التمرينات الرياضيه، المره دي هتكون مع كابتن ندى مدحت وهي مدربه بجيم السيدات بالنادي الاهلي بالجزيره. هنشوف معاكم التقرير ثم فاصل ولا نعود ان شاء الله. اتفضل. صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي. النهارده هنعمل ابر بادي، هنشتغل على التشست والباي والتراي. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنمسك ويت
لو انت في الجيم، لو انت في البيت هتمسكي ازازتين ميه نفس الوزن في الايد رايت او ليفت. تمام. اول حاجه كوعي في جنبي، رجلي باتساع حوضي، ركبتي سوفت ني، شست على قدام، والهب على ورا حاجه بسيطه. وانا هنا هشتغل اب داون، ما بطلعش على الاخر، ما بنزلش على الاخر. هنعد مع بعض، واحد اثنين طبعا بتنفس، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هكرر التمرين ثلاث مجاميع تاني مع بعض. رجلي سوفت ني، كوي في جنبي، هشتغل أب داون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ده كان تمرين على المسلز بتاعت الباي. هنعمل تمرين تاني، ده الاتنين جنب بعض، ايدي ورا، كوعي مقفول، هشتغل up down، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مفردش على الآخر، خمسة ستة سبعة ثمانية. ده المسلز بتاعت التراي. حاجة كمان، وأنا بنزل أنا كوعي ما بينزلش ولا خالص كده ولا بينزل كده، لأ أنا بنزل كوعي فوق، بنزل up down، مفردش على الآخر، up down. تمام. لازم دراعي مفروض عشان احس بالمسلز نفسها. تاني، ده كان البوزيشن بتاعها. احنا كده اشتغلنا على الباي، اشتغلنا على التراي، هنشتغل على الشست. رجلي سوفت ني، رجلي باتساع حوضي، ايديا سوفت شويه مش مفروده على الاخر، محدش يعمل كده. ايديا هنا، هشتغل اوبن كلوز open close. اهم حاجه ما اطلعش فوق خالص وما بطلعش هنا، لا انا بطلع مستوى كتفي. اهم حاجه النفس، اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. هشتغل ثمان عدات في ثلاث تكرارات. هقف تاني، رجليا باتساع حوضي، رجليا سوفت ني، ركبتي متنيه حاجه بسيطه، محدش يقف كده يشد نفسه، لا انا سوفت ني حاجه بسيطه. همسك الويت، كوعي في جنبي، هشتغل باك وانزل تاني، باك وانزل تاني، الهيب على ورا، رجليا سوفت ني، هشتغل كيك باك وانزل. خمسه ستة سبعة ثمانية. دلوقتي احنا اشتغلنا على الأبر بودي، اشتغلنا على التراي، اشتغلنا على الشيست، اشتغلنا على الباي. زي ما قلنا شغالين في البيت بأزايز مية، الويت هو هو. لو شغالين في الجيم هشتغل بالويت. وده كان تمرين النهاردة، كان معاكم كابتن ندى، اشوفكم مرة تانية. طيب، زي ما اتكلمنا قبل كده كتير انا وكريم، واتكلمنا عن الاعداد البدني تحديدا للرياضات كمان الفرديه والجماعيه، ومش حاجه اكيد سهله ومش حاجه بتتم بشكل عشوائي، او مفروض ان هي ما تتمش يعني بشكل عشوائي. وهنا بيظهر بقى الدور المهم جدا للمعد البدني مخطط الاحمال في اعداد اي لاعب للبطولات، خصوصا كمان اللي بتتكلم عن لعيبه سنهم لسه صغير، فبتبقى فتره كريتيكال او صعبه جدا. هنتكلم في كل التفاصيل دي، بس خلينا نرحب في البدايه بكابتن عصام علوي مخطط الاحمال والاعداد البدني. صباح الهنا. بونجور. منور الدنيا، اهلا بيك. نور حضرتك، وجودك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب، خلينا في البدايه كده نعرف الناس، هو ايه الفرق بين مخطط الاحمال وبين المعد البدني؟ طيب، هو الهدف في الموضوع كله بالنسبه للاعب البطوله. تمام. طب اي لاعب بيروح نادي بيبتدي يشارك في انشطه رياضيه، هو همه الحصول على البطوله. طب لو هنتكلم في المعد البدني ومخطط الأحمال، هو حاجة مقترنة ببعضيها. نقدر نقول إن المعد البدني يقدر يشتغل مخطط أحمال.
لان الاعداد البدني عندنا ليه نوعين، اعداد بدني عام واعداد بدني خاص. لو انا اشتغلت على فتره اعداد مع اللعيبه انا عندي عوامل مهمه جدا جدا ببتدي احطها نصب عيني علشان اكون ماشي على نهج سليم للوصول للبطوله. طيب اول شيء الاعداد البدني العام ده في اي رياضه، سواء رياضه فرديه او رياضه جماعيه، اللاعب بيجي في الاول خالص في البدايات بيبقى من المفترض ان انا اهله انه يبقى عنده قدره على ممارسه النشاط، قدره على ممارسه الحركه، وبشوف طبعا ايه نوع اللعبه اللي انا هشتغل عليها. يعني لعبه عن لعبه اكيد في فروق طبعا. الالعاب الفرديه ليها فروق عن الالعاب الجماعيه، الالعاب القتاليه ليها فروق عن الالعاب الغير قتاليه. طيب انا بعتبر ان اهم عنصر في الجهاز الاداري او الجهاز الفني هو مخطط الاحمال او المعد البدني، اللي هو انا قلت من شويه مقترن ببعض او مقترن بشغل بعض بشكل كبير جدا جدا جدا. قلت ان المعد البدني ممكن يعمل كمخطط للاحمال، لكن واضح من كلامك ان العكس مش صحيح. لو انا قلت ان مخطط الاحمال يعمل اعداد بدني، والله هو ممكن يكون صح، لكن دور الاعداد البدني يتمثل في المدرب العام. أوكي. المدرب يعني انا كمدرب مثلا بشتغل على فريق سواء رياضه جماعيه او رياضه فرديه، خلاص انا لازم يكون عندي الملكه ان انا اعمل اعداد بدني عام. جزء الاعداد البدني الخاص اللي حضرتك ممكن تكون نقرب المسافات فيه او نقرب وجهه النظر بالنسبه لمخطط الاحمال والمعد البدني الخاص، او انا المعد البدني الخاص هو شبيه جدا جدا بنفس الوظائف بتاعه مخطط الحمل. لان انا دخلت اعداد بدني خاص يبقى انا عارف قدرات اللاعب او قدرات اللعيبه اللي قدامي في الفريق، ايه اللي انا هقدر اشتغل عليه، ايه اللي انا هقدر اوصل فيه للبطوله اللي هي الهدف بتاعي، لان اهم شيء هو البطوله. احنا بنربي ابنائنا او بنعلمهم في المدارس، لما يكون حد بيشترك في لعبه كل طموح البيرنتس او اولياء الامور او المدرب حتى ان هو يوصله للبطوله. طيب انا قلت من شويه انه اهم عنصر هو مخطط الحمل او المعد البدني الخاص اللي هو هيأهلني لان انا اخوض البطوله بشكل قوي، لان النهارده على مستوى الرياضات كلها سواء فرديه او جماعيه لو بصينا لتقنين الحمل او مسببات كسب البطولات، بص حضرتك على مخطط الاحمال هتلاقيه عامل كبير جدا جدا في نجاح التيم او نجاح اللاعب. صحيح. انه يجتاز مسافات وادوار ويقدر يواصل بنفسه نوصل للنهائيات. ده في لعيبه كمان عمرها في الملعب ممكن ينتهي بدري لو ما كانش معاه يعني تمام بالظبط كده، لان خطة حمل فاهم هو بيعمل ايه. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، في لعيبه يعني احنا حتى سالناهم بشكل شخصي ليه نهيت عمرك بدري وانت 29 كره قدم، وبالمناسبه انا بتكلم عن الفريق الاول في كره قدم بس زمان في الاهلي، قال لي عشان انا كنت، ده سؤال انا سالته مباشره يعني، قال لي عشان انا كنت بتمرن بدماغي، يعني ما كانش بيلتزم بمدرب الاحمال وغيره، فده ضيع، هو عارف قال لك ده انا ضيعت كبير. وكتير من اللعيبه اللي حاورناهم انا وكريم بيقولوا لنا يعني الحاجات دي. طيب بص حضرتك قلتي ان ممكن لاعب ينهي مسيرته بسبب ان ما كانش فيه تخطيط للحمل بتاعه التدريبي صحيح بالزبط. او نهج صحيح هو ماشي عليه. لو ناخد مثال مثلا لرياضة جماعية كرة القدم في النادي الأهلي مثلا، في كام مرة كده لو حضرتك بصيتي على البطولات اللي بيحققها النادي الأهلي، لو جمع ما بين بطولة أو أكتر بطولتين أو وصلنا لثلاث أربع بطولات، هتلاقيه بيبرز دور مخطط الحمل قوي وبيطلع صح في الميديا وبيطلع بيشاور على مخطط الحمل، إن ده ليه دور مهم جدا جدا جدا. أولا أنا عندي فروق بدنية في اللعيبه، لو انا على طبعا. رياضه جماعيه انا عندي المهاجم غير المدافع غير الباك شمال غير السترايكر غير طبعا. الرياضات الفرديه لعيب الملاكمه ليه اوزان، وزن تقيل وزن متوسط صحيح. وزن ريشه لعيب التنس ليه سرعات فكل دي عناصر لياقه بدنيه، انا لازم اكون مدرك تماما انا بشتغل على اي عنصر منهم عشان احقق البطوله. لان مثلا على سبيل المثال
العدائين او لعيبه الاثليتكس ده محتاج سرعه زائد قوه عضليه. طبعا. طب هل انا اقدر احدد او اقدر اجمع ما بين العنصرين دول في وقت واحد، ان واحد يكون عنده قوه وبنيان عضلي وفي نفس الوقت سريع؟ يوسين بولت اللي هو رقم واحد للعداء الجامايكي مش طبيعي. انا بحتزي فيه في الامثله لما باجي اتكلم على الاحمال، سرعته مش ماشيه مع كتلته العضليه. ده وضع ضرب الجلاب يا رب، مش بني ادم. هو وفي نفس الوقت بصي حمامه طايره. هو اشتغل على نفسه، المدرب بتاعه اشتغل عليه كويس جدا جدا، استغل فرصه ان هو بنيانه قوي وطول فارع طبعا، وانه يعمل القياسات دي في السرعات ال100 متر الحر والهاردلس الحواجز والكلام ده كله، ده نجاح يعني تقدر تقول حضرتك من افضل النجاحات على مستوى الرياضات في العالم. هو بالمناسبه القياسات دي اللي برضه بتتسمع كتير وبتتقال كتير، هي عباره عن ايه بالظبط؟ بص يا استاذ كريم، القياسات من مهام مخطط الحمل. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي زي ما انا قلت لحضرتك على سبيل الامثله، انا عندي لعيبه وعندي مراكز في الرياضات المختلفه حتى لو على مستوى الرياضات الفرديه. انا داخل بطوله او عندي بطوله ليها تدرج في الفصول، في دور اول، في دور ثاني، في قبل نهائي، في ربع نهائي والى اخره. القياسات دي انا بعملها علشان اشوف مستوى اللاعب بتاعي كان ايه وانا عايز اوصله لايه. لان انا ممكن عندي يكون المنافس مستوى عالي او قياساته عاليه، طب انا داخل نفسه ما هو انا لازم اشتغل على نقطه ان انا اوصل له، فبعمل قياسات. ايه هي القياسات؟ اولا انا بيبقى عندي قياسات جسمانيه او بدنيه. طبعا علشان هقول بس حاجه سريعا كده، زي نقول نصيحه، ولي الامر او المسؤول عن اللاعب اللي بيشركه في اي لعبه يتحرى الدقه جدا جدا في قياسات البدنيه لابنه او بنته في اشراكه في اللعبه. بمعنى ايه؟ بما اننا اتكلمنا في القياسات، القياس دلوقتي ما ينفعش لعيب باسكت مثلا على سبيل المثال يكون قصير القامه. احنا بنقول في لعبه الباسكت عشان تبقى الناس فاهمه، اللي هو اللاعب البلاي ميكر او اللي هو اللاعب الجوكر عاده بيبقى اقصرهم، هو اقصرهم، ولكن ده لازم يبقى تالنت، يعني لازم يبقى عنده موهبه في المراوغه طبعا، وعنده موهبه يعني من عند ربنا كده، هو بيعرف يراوغ، هو عنده موهبه زي لعيب الكوره ميسي مثلا، قصير القامه لكن عنده موهبه رهيب، هو لاعب الباسكت كده. لكن ما اروحش لكل حد عندي في البيت او في العيله او في الاسره ما يكونش طوله مناسب للعبه الباسكت علشان اوصل للباسكت واحط الكوره، وما يكونش طويل. ما جيش للاعب ملاكمه واحد بنيانه ضعيف والجيناتكس بتاعته مش قد كده واقول له لاكم، يبقى انا يعني بعمل مجهود كبير جدا ممكن ما يجازيش معايا، يذكر كمان، يبقى انا اخليني في التقاربات القياسيه الملائمه للعبه اللي انا هشتغل عليها. دي نصيحه انا بشتغل عليها مثلا مع اولادي، او بشتغل عليها كهيئه تدريس مثلا لما انا بدرس مثلا في مدرسه، بنصح الولاد انا كابتن عايز اقدم في لعبه اروح فين، يناسبني لعبه ايه والى اخره، يناسبك ممكن كذا وكذا وكذا وكذا. بس ده من اي سن؟ يعني احنا كنا انا وكريم اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، كنا بنسال مفروض انا دلوقتي لو ام ابني عنده 3 4 سنين وعايزه العبه رياضه، انا هعرف منين العبه ايه؟ ما هو وفقا لايه؟ لسه السن ده ما بقاش باين عليه ابدا، والواحد يخاف يودي مثلا يلعب حاجه يطلع مش كويس فيها. طيب هي المرحله اللي حضرتك قلتيها او الفئه العمريه اللي حضرتك صغيرين جدا دي بنسميها الفاندمنتال، لو هم اللي انت تلعبوا اي حاجه. يعني ممكن هو انت بتساله او بتشوفه بيميل ايه او ماسك التاب بتاعه بيلعب ايه، ممكن بيلعب سباحه خلاص اوديه سباحه، بيلعب هاندبول، انا ما يهمنيش خالص اختياره في الفئه العمريه دي. لكن لما يبتدي يخش في فئه عمريه اكبر شويه، يعني يبتدي يخش في 6 سنين بنقول يعني حوالي 6 سنين يبتدي القياسات هنا هو بقى، هو خلاص القياسات بتبان وبيبان اطوال اوكي، برضو الجينات بتاعته والده والدته، ده مؤهل انه يلعب هاندبول اوديه يلعب هاندبول، مؤهل انه يلعب كره قدم اوديه يلعب كره قدم. وفي حاجه مهمه جدا جدا يعني الاسره بتعملها في منتهى الخطوره، يعني انا بالنسبه لي ككابتن او انا بنصح اولياء الامور لما بيجوا لي حتى بنعمل اعداد بدني او باهل حد،
مهم قوي ان انا ما شتتش مخ اللاعب او اللاعبه الصغيرين. بيعملوا ايه الاباء؟ ان هم بيودوهم اكتر من لعبه. يعني انا اعرف ناس مثلا بتلعب هاندبول سباحه وحاجه ثانيه بيلعب معاه سباحه طبعا. لقوا ايه ال- 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 الشاهد من هنا او الخطا الكبير ان انا بفرض على الولد او البنت انه يحقق لي بطوله هنا وهنا وان انا بلومه ان انت ليه ما كسبتش هنا وليه ما كسبتش هنا. لا ده تشتيت، ده تشتيت. لكن انا لو بركز في لعبه معينه ومن وانا صغير، مش عشان خاطر مثلا انا وقتي مش متاح فانا مشترك له هنا ومشترك له هنا، انا فرحان، هو مشتت، هو مش هيعمل اي ريزلت، مش هيوصل لحاجه، مش هيوصل فعلا لحاجة. على المستوى الاحترافي خالص. صح. لكن يا استاذ كريم انا ممكن العبه لعبه وفي خلال اللعبه دي واستمراريته فيها ومواظبته فيها اموديه مثلا البول يبتدي يعمل سويمنج شويه، لكن مش فرضا عليه ان هو يلعبها براكتس رياضه. في اهالي للاسف بيعملوا ده جدا و... وحتى طريقتهم في التعامل مع اولادهم يبقى مثلا 6 8 سنين ولو ما خدش او ما فاز يقعدوا يتعاملوا معاه بطريقه عنيفه، ده كده عمره ما هيبقى حاجه لما يكبر. يعني هم بيلعبوا دور كبير جدا حيران. في ده هو حيران، الاهالي جزء كبير جدا من يعني من خلق البطل فعلا. كل حاجه طبعا. دي حقيقه كل حاجه. وضيفي حضرتك عليها موضوع التغذيه، ده بند تاني فعلا. ده قصه تانية، ومتابعه اللاعب ومتابعه البنت او اللاعبه يعني موضوع في منتهى الاهميه، وهم سبب النجاح اولياء الامور سبب النجاح. وان انت يعني تبوش الولد او البنت مش لملذاته او مش لهو محتاج، ده عيل صغير او دي بنت صغيره لو هي قالت انا عايز اكل ده او انا عايز اكل ده او انا عايز اروح العب اللعبه دي، واخدنا يعني سلمنا الامر ان هم اللي هم عايزينه هنعمله، في منتهى الخطا. اوعى تقول لي على بطوله، اوعى تسالني في بطوله للولد. وانا كمدرب لما بيجي لي ولي امر او بيجي لي ولي امر بلاقي المنظر بالشكل ده، وبلاقيه كتير جدا جدا جدا. يعني انا على المستوى الشخصي انا بلاقي ولي الامر بيتهاون بشكل مبالغ فيه كرمال انه ايه اوكي عايز ايه يا حبيبي؟ عايز تاكل ايه يا حبيبي؟ لا يسد خانه والسلام. يبقى ما تدورش على بطوله، يبقى ما تقوليش بطوله. لا صح صح. كل حاجه بالذات في المرحله العمريه الصغيره دي اصعب مرحله اصلا، هي دي البليز يعني. صحيح. ده في لعيبه في رياضات مختلفه، وما بنتكلمش عن مصر بس، في العالم كله. وكنا برضو اتكلمنا انا وكريم، احنا بنتكلم في كل حاجه يعني. الفتره اللي هي الراحه، كنا نقول على الكوره تحديدا، في لعيبه بترجع من فتره الراحه بيبقوا فاكرين ان فتره الراحه دي او التوقف بمعنى اصح يعني ما بين الموسم والموسم بيبقى بياكل براحته، ما بينامش، ما يعني بينسى الدنيا. فدي بتبقى اصعب بكتير انك ترجعه مره تانية ان هو للياقه بتاعته. يعني بتكلف كل حاجه، بتكلف فلوس، بتكلف وقت، بتكلف زي ما بيتقال كده خوف شويه من اللاعب ده ان هو يشارك في الموسم الجديد، يعني كل او بيتكلف قلق عدم اتزان في الملعب يعني للاسف. يعني هاخد من حضرتك الكلام اللي حضرتك قلتيه في منتهى الاهميه، وهرجع لمرجوع تقنين الحمل او الاعداد البدني. حضرتك قلت فتره الراحه او ذكرتي فتره توقف الراحه يعني. او طاقه او راحه سلبيه كمان. من مهام المدرب او مقنن الحمل انه يبقى عارف كويس جدا جدا البرنامج التدريبي على لونج تيرم، على مرحله السيزون كامل. يعني هو بيبقى فولو مع اللاعب او اللاعبه من بدايه التجهيز للموسم او للبطوله لحد ما بيخلص البطوله وياخد فتره الراحه بتاعته. دي من مهام المعد البدني الخاص او مقنن الحمل. طيب هل دي الحاجات دي ليها شروط، ليها دراسات، ليها قياسات، ليها الكلام ده كله وبشكل مباشر؟ يعني انا اما بدي فتره راحه انا بشوف اللعيبه قدامي قياساتها ايه في الملعب، انا بشوف مجهود كل لاعب على حده. وارد ان يبقى في لاعب متفوق على لاعب بقوه عضليه، وارد ان في لاعب متفوق على لاعب بسرعه، وهكذا من عناصر اللياقه البدنيه. يبقى انا عندي نوت بكتب او بسجل اللعيبه بالاسامي، هو كان ناقصه ايه او متاخر في ايه، واشوف الاسباب واعالج عشان لما يجي في الراحه السلبيه لا تعالى انت كنت مقصر او كنت مقصر في الكيس دي
وانا نبهتك ان انت تشتغل على نفسك في كذا كذا كذا، فانا مش هعاقبك، انت واجب عليك عشان انت حد بيسعى لبطوله. يبقى انا في فتره الراحه بدل ما كنت هسيبك تسافر وتتبسط ولا اخره، انت حضرتك هتسافر ويك اند وهتجيلي تريننج او هتيجي تعمل تدريب وهكذا. انا اللي بشوف مقنن الحمل، انا اللي بشوف الراحه السلبيه دي تبقى قد ايه. الوجبات الغذائيه ده لاعب للاعب يعني برضو ممكن حتى لو كان النادي هو مدي فتره معينه رسميه برضو تختلف. ما هو انت حضرتك جايبه مقنن الحمل عشان تنجح النادي، صحيح، عشان تنجح الفريق. في اوقات كتير جدا شفنا النادي الاهلي في فتره الراحه كان بياخد التيم في معسكرات، الناس كانت بتستغرب، انديه كلها بتسافر وبتصيف وبتستجم والى اخره، والنادي في معسكر مثلا في لشبونه في 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 الكلام ده كله وشغالين تدريبات والى اخره. هو عارف هو بيعمل ايه وبيظهر نتيجه اللي هو بيعمله في الموسم بقى. في الموسم. طب هو ممكن يحصل اختلاف في وجهات النظر او تضارب بين رؤيه المعد البدني او مخطط الاحمال وبين المدير الفني لو بنتكلم على رياضه جماعيه؟ طيب هقول لحضرتك على حاجه. اولا المدرب العام او المدير الفني، رؤيه المدير الفني لا يعني ما بتجيش مع رؤيه المعد البدني او مقنن الحمل نهائيا. لا تتعارض ولا ملهاش علاقه اصلا؟ لا ليها علاقه طبعا. وطيده. هو بيرجع انا كمدرب عام او مدير فني او صاحب رؤيه بسال مقنن الحمل، يا فندم انت حضرتك عندك التيم ايه البلان بتاعتك على اللونج تيرم عشان اقدر اشتغل عليه. ما هو المدرب او المدير الفني هو رؤيته خططيه اكتر منها بدنيه. يعني هو بيبص للخطط اللي هو هيشتغل عليها يدي نصايح، لكن ما يتدخلش في شغل مقنن الحمل، لان مقنن الحمل هو شايف قدامه انت امكانياتك ايه. بس برضه ليها علاقه او طبقا لتفاصيل الخطه اللي المدير الفني حاططها. يعني ممكن مثلا هو مخطط لحاجه معينه، الحاجه دي تستدعي ان اللاعب الفلاني هيلعب في المكان ده، تمام، وعايزين نستفيد منه في انه يبقى في سرعه ارتداد بين الهجوم والدفاع وحاجات كده، فده يستدعي او ده توجيه غير مباشر صحيح من المدير الفني لمعد الاحمال او للمعد البدني بان احنا عايزين نسرع من اداء اللاعب الفلاني مثلا. انا طبعا بقول لك كلام بالبلدي كده، انت طبعا ده كلام مسلم بيه 100%. انا قلت لحضرتك من شويه انه بيرجع لمقنن الحمل، بيرجع له بيساله الخطه بتاعتك ايه، انت ماشي ايه عشان اقدر انا احط خطتي. انا عندي لاعب باك شمال كذا، انا عايز اخلي ينمي عنصر السرعه بتاعه شويه، لو سمحت ركز لي عليه لان انا هحتاجه الفتره دي، انا عندي لاعب تاني مصاب. اوكي. ففي وجهات نظر متقاربه وتواصل بين الاثنين تماما، ولكن في حدود عمل المعد البدني ومقنن الحمل اللي هو شايف حقيقي قدره كل لاعب هتقدر تدي لحد ايه، لان هو اللي بيبلغ او بيدي الريبورت بتاعه للمدرب. يعني هو اضرب بالتفصيله دي من المدير الفني شخصيا. اكيد. طيب في المواسم بقى اللي فيها ضغوطات تبقى صعبه جدا، لو هندي مثال على النادي الاهلي بينتج عنها اصابات، ضغوطات غير طبيعيه، وشفنا ده تحديدا وقت موسيماني لما كان في سكوات هو كامل وهو الاوحد وكان بيتم الاعتماد عليه بشكل كبير في كل المباريات وكل الماتشات، فشفنا اجهاد وشفنا عدم استمراريه للنهايه بنفس الكفاءه وغيره من اللعيبه، كنا زعلانين يعني هو ليه الوضع عامل كده. فهل الخطا هنا كان عند موسيماني تحديدا ولا عند اللعيبه ولا كانت المشكله فين؟ طيب ولا في الجدول؟ لا 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 هو لا لا في الجدول اكيد. بص هقول لحضرتك على بدايه المشكله هنا. طب في اول الكلام خالص انا قلت ممكن يكون المعد البدني او مقنن الاحمال عنصر في منتهى الأهمية في الجهاز الإداري كله، في منتهى الأهمية، وبي يعني النجاح بيعتد عليه بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. طب حضرتك ذكرتي موسيماني والسيزون بتاعه واللي حصل الدربكة والضغوطات والكلام ده كله. طيب عشان ما أكونش ظالم للعيبة أو ما أكونش ظالم للمدير الفني، أنا بشوف مقارنة باللي حواليا من الدوريات ومن المنافسات مسابقات، لو احنا بصينا للدوري مثلا امريكي اللي هو اللاتيني، مش هنقول الاوروبي مثلا عشان الاوروبي بيبقى فيه فروقات كتيره شويه، اللاتيني احنا عندنا مش يعني مش مشكله، عندنا
في فروقات ممكن تكون اقوى من الدوري الافريقي عندنا بشويه. الفرق البرازيليه الارجنتينيه الفرق دي بتتفوق علينا في المنافسات بنسبه اكبر من احنا بنتفوق عليهم في كتير من الاحيان. حتى المنتخبات الافريقيه بالاطوال والاجسام هم بتوع امريكا بيتفوقوا عليهم متعودين يلعبوا في حتى مناطق مرتفعه عن سطح البحر صحيح. فنسبه الاكسجين اقل وتلاقيهم هم بيطيروا في ملعب عادي واحنا بنسقط واحد ورا الثاني. صحيح. هم عندهم فروق افضل من عندنا في افريقيا. يعني هم لو انت بتقيس باللي هو بالنتائج هم نتائجهم احسن. انا ما رضيتش اذكر الدوريات الاوروبيه. احنا قلنا الدوريات الاوروبيه بيبقى مصروف عليها بيعملوا انتقاء غريب جدا جدا بينتقوا احسن لعيب على مستوى العالم فبيبتدي يجلب اللعيبه عشان يبقى الدوري بتاعه قوي جدا يبقى هم دول الصفوه. خلاص بقى ما بقاش دوري اوروبي. الكلام ده كل سنه وانت طيب ده كلام السعوديه دي فين ايام العز اللي انت بتحكي عنها؟ خريطه بتتغير تماما. كل سنه وانت طيب خلاص. ايوه يعني بنقول علشان ما نظلمش مثلا الحقبه بتاعت موسيماني واللعيبه. لا احنا بندي مثال يعني مش بفكره بننطق اللي حصل يعني اللي حصل في ساعتها. انا ما ينفعش اقول اصل انا عندي درجات الحراره مختلفه عن هم اصل انا عندي في فرق مثلا في اللعيبه نفسها في سرعتها والى اخره. طب ما انا عندي لعيبه بتلعب في الدوريات الاوروبيه. يبقى انا هدفي ان انا اخلي معظم او نسبه كبيره مش هقول كل اللعيبه نسبه كبيره عشان يبقى زي الافارقه تبقى زي اللعيبه اللي على مستوى اللاتيني او المستوى الاوروبي او متقاربين منهم عشان اقدر اكمل السيزون بتاعي واكمل الموسم بتاعي بلا زي ما حضرتك قلتي تناقضات او بلا اخفاقات. يعني مش هخفق بقى ان انا في موسم دخلي مسابقه هنا مسابقه هنا لا اللاعب خلاص عمال يجي له كرامبس عمال يسقط مش قادر يكمل اصلي حصل له مش عارف مين لا انا اشوف هم الناس دي يعني بيشتغلوا على ايه. هم مش صحراء او هم فروقاتهم مش كبيره زي ما الناس متخيله. هم بيطبقوا العلم بالظبط. يعني هو بيطبق العلم بيشوف انا باكل التغذيه بتاعتي مثلا على سبيل المثال البسيط جدا جدا التغذيه بتاعتي انا باكل ايه بتغذى ايه بيخش عناصر غذائيه اللي انا بتغذى عليها دي بتفيدني ازاي لقدراتي البدنيه مثلا. طيب اوقات التدريب بشوف وقت التدريب هل تدريب صبح وليل ده حاجه كويسه انسب للجسمان الفسيولوجي للجسم ولا تدريب على فتره واحده ويبتدي يطبق ويبتدي يشوف النتائج ويقارن ويعمل مقارنات وبيعمل قياسات زي ما حضرتك قلت من شويه ويبتدي يوصل بالقياسات دي لافضل شيء ممكن ويطبقه. هم بيعملوا كده احنا ممكن الموضوع عندنا مختلف شويه. انا شايف بقى حاجه لو تسمح لي وانا اسف طبعا على المقاطعه بس احنا عشان احنا محكومين بمده زمنيه للفقره والمده دي ملف كبير طبعا وملف كبير ومهم فنستاذنك تنورنا مره كمان باذن الله نكمل كلامنا في الملف ده اللي هو فعلا مبني عليه نجاح او اخفاق سواء فرد يعني بشكل فردي او جماعي للرياضات المختلفه. فبنشكرك على وجودك معانا النهارده نورتنا والله ربنا يخليك. شكرا جدا يا كابتن جدا نورتنا وللحديث بقي زي ما قلنا ان شاء الله ان شاء الله ميرسي جدا. فاصل سريع ونرجع نكمل خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الفقره دي هنتكلم من خلالها في موضوع اعتقد انه يهم كتير جدا 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 من الاهالي اولياء الامور اللي عندهم اطفال صغيرين وحاسين ان اولادهم دول عندهم مشكله ما في قوة الشخصية، ما عندهمش قدرة على الرد، ما بيعرفوش يسجلوا موقف، وفي بعض الأحيان ما بيعرفوش حتى يدافعوا عن نفسهم، فبالتالي بينتج عندها مشاكل يومية بيتعرض لها ولادهم في المدارس في الفئات العمرية المختلفة. تعالوا نتكلم عن دور الرياضة بقى في التفصيلة دي، الرياضة وانعكاساتها على فكرة تعزيز الثقة بالنفس، موضوع أعتقد إن هو في منتهى الأهمية، تاني نرجع ونقول خصوصًا وإن كتير من الأهالي عندهم مشكلة كبيرة في هذا الإطار. تعالوا نفتح الملف ده ونعرف تفاصيله ايه من خلال ضيفتنا العزيزه اللي هتنورنا في هذه الفقره وخصوصا هي طبعا متخصصه في هذا الامر منورانا ومشرفانا الاستاذه اماني عبد العال اخصائي نفسي اكلينيكي بجامعه عين شمس. صباح الفل على حضرتك واهلا. صباح الورد عليكم. اهلا بيكم. أنا ويعني انا عاده ما ببديش رايي في الضيوف بس يعني انا عاجبني الستايل جدا بجد. لا لا انت شفتني بدايه زي والله انا بحضر ده للمره الاولى. والله يا اول مره برضه كان في ناس بتجيلنا برضه ما يقلوش عن حضرتك وداخلين علينا مطقمين بس هي انت اللي نلتي الستايل. لا بجد منورانا استاذه اماني وعليكي الحلوه طبعا جدا للصبح وملف مهم جدا وهبدأ من فكرة هنا إن دايما نحن صغيرين نسمع رياضة مهمة لتعزيز الثقة بالنفس واللي هي
تحسن المود والنفسية والحاجات دي كلها. صحيح. في ناس لحد اللحظة دي ممكن يبقوا عايشين 20 30 40 سنة ومش مصدقين ان الرياضة بتعمل كل الفوائد دي. فممكن نبدأ من النقطة دي للناس، تقولك انتوا بتقولوا اي كلام علشان بس تشجعوا الناس على الرياضة، لكن ما فيش الكلام ده ما بنحسوش حتى. صحيح. ايه السبب؟ طيب خلينا نقول اصلا ان الرياضه انتي ديبريسنت وانتي انكزايتي طبيعي، مضاد للاكتئاب، مضاد اكتئاب ومضاد للقلق طبيعي. يعني أوكي. من غير ما ياخد دواء، لو انا عندي قلق عالي، لو انا عندي توتر عالي، لو انا بتعرض لضغوط شديده وابتديت ادخل في حاله اكتئابيه، فالحقيقه ان المخ بيعمل حاجه لطيفه جدا. لما ببتدي امارس الرياضه بيفرز لي ماده الاندروفين، والماده دي بتخليني اكثر راحه، اكثر سعاده، فبكون اكثر استقرار. لان وقت الضغوط زي مثلا الامتحانات، امتحانات الثانويه العامه يعني اقرب حاجه احنا لسه مرين بيها، والنتيجه وحاجه كانت صعبه جدا حقيقي. فالوقت ده الاهالي والاولاد بيكون عندهم قلق وتوتر شديد. صح. وعالي جدا. فاللي بيحصل ان دي مشاعر، والحقيقه ان المشاعر والانفعالات ليها وظيفه، هي بتنبهني بتقول لي ركز، انت عندك امتحان الصبح يلا ذاكر، انت عندك انترفيو، انت عندك ضمير. بالظبط. وكل واحد وضميره. ايوه الوجد. الوجد في ناس ما عندهاش. يعني احنا عايزين يوجد بس بشكل لطيف، بشكل كويس، لحد ما هو يكون دافع ليا للانجاز، دي حاجه حلوه جدا. لكن لما يزيد عن حده بقى يقلب ضده تماما. ويدخلني في دوامه كبيره جدا، توتر واكتئاب وعدم ثقه بالنفس والكلام ده كله. بالظبط. فالفكره انه القلق والتوتر لما بيزيد والخوف بيزيد بزياده، فالحقيقه ان الوقت ده اللي بيحصل ان فيه كده بنتخيل ان الجزء اللي في النص ده بتاع المشاعر ان هي بوابه، البوابه دي بتقعد تفتح قوي، فتعطل الجزء الامامي للمخ اللي هو مسؤول بقى عن القرارات وان هو يفكر. فالجزء الكورتكس اللي في الوش ده يتعطل، وتبتدي المشاعر هي يعني شغاله بس. في تفاعلات كيميائيه حضرتك عايز تقولي كده؟ بالظبط. الله ينور عليك. فاللي بيحصل الوقت ده التايم ده انا بكون متعطل، فيجي الولد عنده امتحان بعد يومين انا مش عارف اذاكر، انا من كتر القلق والخوف تلاقيهم بيجوا العياده. وفي كمان صح ناس تقول لك انا مش عارف افكر، انا مش عارف اتصرف، انا خلاص مخي وقف. صح. هو فعلا ده اللي بيحصل، هو فعلا مخه بيقف، لان الجزء الامامي بيقف تماما وبوابه المشاعر هي المفتوحه على الاخر. الرياضه بقى ليها دور فعال جدا في انها الحاجات الـ 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 الهرمونات اللي بتتفرز، كورتيزون بقى والادرينالين، لانه المخ مش بيبقى مفرق ما بين هو في خطر دلوقتي ولا لا. انا شايف الجسم في حاله تاهب ودلوقتي متوتر، فانا بفرز له هرمونات تخليه يقدر للكر والفر. زي مثلا دلوقتي هعدي الشارع في عربية جايه بسرعه، فلازم في سكر يتحرق وهرمونات تتفرز عشان اقدر اعدي بسرعه. عندي دخل علينا حرامي دلوقتي الاستوديو، لو احنا ما عندناش قلق وتوتر هنقعده جنبنا. والله لو الفار دخل بقى وحد عنده بس قتلناه ما سبناهوش. بس دي بتحصل يعني، عايز اقول كل الهرمونات بقى تم افرازها. ولا اللي شفته انا اللي شفته يعني رهوان في الوقت ده طبعا. فبيكون ساعتها الهرمونات دي مفيده، لكن لو في التوقيت ده انا مش قادر ان انا ما عنديش الخطر، والافكار بس السلبيه واكترار الافكار دي والاوفر ثينكينج هو اللي معطلني، فانا مش محتاجها. فالرياضه بفرغ فيها هذه الانفعالات فتفضي ده. ده على صعيد الطاقه الفسيولوجي، لكن على صعيد بقى تكوين الشخصيه. بالزبط. في المراحل السنيه الصغيره ليه دايما بيتقال كتير من الاهالي ان الحل الوحيد لمشكلتك ايا كان نوع مشكلته ايه مع ابنه انه يلعب رياضه؟ تمام، هو جزء من الحل. يعني دايما الرياضه يعني ثلاث ارباع البرامج النفسيه بنلاقينا بننصح الاباء والامهات عنده مشاكل سلوكيه، عنده اي دي اتش دي، عنده لو سيلف كونفيدنس ولو سيلف استيم، ثقه نفسه قليله وتقدير ذات قليل، بنعمل ايه؟ بنقول لها لا ده محتاج يدخل رياضه. الرياضه بقى ليها عوامل كتير قوي مهمه في السن ده. اول حاجه بتعلمه ان هو ينساق، لان في قوانين في قواعد كل لعبه بتحكمها قواعد وقوانين، وفي مدرب بسمع كلامه، في تعاون ما بين الفريق كله، خاصه الالعاب الجماعيه بتكون مفيده جدا للاطفال في السن ده، بيتحمل المسؤوليه كمان، بتزود الانتباه والتركيز، لان احنا قلنا ان هي هتفرز كمان مواد هتخليني اكثر هدوءا وراحه، فبالتالي هكون اكثر صفاء ذهنيا وهركز اكتر. مش بس كده، ده في دراسات نفسيه بقى اثبتت كتير جدا ان الاطفال اللي بتلعب رياضه قدرتهم على الانجاز الاكاديمي اعلى. بعكس بقى الاولياء الامور تعطلهم ومش عارف. دي بقى كارثه بقى. كويس قوي ان انت قلتي ده، دي كارثه بتحصل. يجي الولد او البنت شغالين وبيلعبوا رياضه، للاسف البنات بيحصل معاهم ده كمان اكتر، يجي مرحله البلوغ وتكبر، لا اقعدي من الباليه، لا اقعدي من السباحه. طب دي هي بتلعب طول عمرها في الوقت ده، فلاقي ان البنت لحد سن 10 سنين 11 سنه
عندها ثقه بنفسها ومتفتحه، يعني بيخلوها تكره ان هي كبرت. بالزبط. حاجه صعبه. الله ينور عليكي. فاربط بقى شيء صعب جدا، واصلا مرحله المراهقه هي فيها ضغوط لوحدها. ده هو في صراع نفسي اجتماعي شديد جدا بيحصل عليه. صح. وضغوط كبيره جدا مع السوشيال ميديا ومع شكل الجسم. طبعا. ومع كل ده. طبعا طبعا. ففي الوقت ده لما انا بوقف الرياضه، بالعكس ده انا بزود هذا الصراع. فالرياضه ده احنا محتاجينها كمان جدا. صح. في مرحله المراهقه. بما انكم انتوا الاثنين بقى فتحتوا كمان باب في منتهى الاهميه الحقيقه، بالمره خلينا نستفيد من وجود حضرتك معانا، وطبقا لخبراتك التراكميه، ايه اكتر الغلطات شيوعا لاحظتيها مع اولياء الامور في علاقتهم باولادهم؟ برضو عشان ننور التفاصيل دي للناس. تمام. هو فكره ان انا بمنع دايما الطفل او الولد او المراهق عن الحاجه اللي بيحبها بحجه ان انا هعطله. لا اصل انت داخل ثانويه عامه، خلاص بقى قفل الابواب، قفل الشبابيك، خلاص مفيش خروج، مفيش اكتيفيتيز تتعمل. لو بيلعب رياضه يسيبها، لو بيعمل اكتيفيتي، بيحب مزيكا، بيعمل اي حاجه. أوكي. هوقف ده كله تماما. وده غلط. بيحس ضغط شديد جدا نفسي، ان هو اوريدي احنا عندنا بعبع اسمه الثانويه العامه، انا بسميه البعبع، مسمينه كده لحد شكل كده. عندك حد بثانويه عامه؟ عندي حالات كتير قوي ثانويه عامه حالات كتير بتيجي، والحقيقه ان الموضوع مؤلم، يعني بيوصل لحد الانتحار، يعني ان هم يقبلوا على الانتحار. فعشان ايه كل ده يا جماعه؟ يعني والله انا محتاج افرغ. لو يسالونا بس، لو يسالونا هنقول لهم مفيش داعي لده خالص. بالظبط. يعني احنا جايين من المستقبل من كده تماما يا جماعه والله. مع ان انا كنت جايبه ادبي 91%، يعني كنت شاطره، بس يعني لما كبرت فهمت ان ما كانش مستاهل كل ده برضه. كانش مستاهل لانه لان احنا عندنا اوهام اوهام اسمها كليات قمه كليات قلق. هو العلم كله قمه، والعلم كله عظيم. المهم تبقى ناجح في حياتك في شغلك. صحيح. مش لازم خالص. دي نقطه مهمه جدا. 100% والكلام ده صحيح. صحيح. ايه تاني الاهالي بيعملوه غلط مع اولادهم؟ ايه تاني؟ والله الاهالي بيعملوا حاجات كتير قوي. الكوارث كلها جايه من الاهالي. عشان نقطم الاهالي اللي بيتابعونا النهارده، تقول لهم ايه؟ الحقيقه انه الاهالي كمان، يعني خلينا نقول ان هم مش بس فكره بقى رياضه وان هم يوقفوا الحاجات، فكره التوبيخ، فكره الاهانه، فكره العقاب. فكره العقاب قدام الناس كمان، قدام صحابه ان بابليك. ده كارثه ثانيه. ده صحيح. يعني هي كارثه حقيقيه، واحنا على جنب لوحدنا، واحنا كمان قدام الناس كارثه. كارثه. صح. فالعقاب الشديد، العقاب اللفظي، اربط، اخلي الطفل يربط ما بين حب ليه وما بين الحاجه اللي بيعملها. لا انت ما عملتش كده مش هحبك، انا ما هحبك عشان اعمل كده. لا افرق ما بين السلوك انا بحبك في كل حاجه، بس بالزبط. نفسي انك تبقى ماشي مثلا صح عشانك، يعني مش عشان حد تاني برضه. قصه ان انت برضه تربط التربيه بان عشان الناس وعشان فلان ابنه مش عارف، الكلام ده المقارنات كارثه تانيه. والتمييز ما بين الولد والبنت جوه البيت، والتمييز ما بين الاولاد. يعني اكتر حاجات بتجيلنا في العياده. صح. بتيجي كلها هيستوري نفسي على علاقة الولد أو البنت بأهله. يعني يجي شاب كبير عنده 25 سنة بيتكلم في ده. فحقيقي الموضوع بيأثر. فأجي أتنمر على ابني قدام الناس، أجي أتكلم عليه بشكل مش لطيف، أقول له أصل هو ما بيزعلش من هزار. لا أنت مش عارف إيه اللي بيحصل جواه. يعني. مش معنى إن هو ما أظهرش ده إنه مش متأثر. بالمناسبة بقى الرياضة بتساعد جدا إن أنا يبقى عندي كفاءة، بترفع الكفاءة. فهو بيحس بنفسه، إيه ده، أنا بنجز، أنا بعمل إنجاز، أنا بتفوق في حتة معينة، في جزء معين. فده بيخلي تقدير ذاتي وثقتي بنفسي كمان تزيد. فده بيكون حاجة كمان بتعملها الرياضة حلو. فأقدر أحارب التنمر بقى لو أنا تعرضت للتنمر، لو أنا تعرضت لأي نوع من أنواع العنف. أنا عمري ما تعرضت للتنمر، أنا مش عارفة ليه. ده أنت حظك حلو. لا أنا عايز أعرف. دي حاجة حلوة جدا. أنت هيتنمروا عليك ليه يا ست الكل؟ والله عايز أقول لك، والله العظيم عمري، يعني أنا كنت بدافع دايما عن الناس اللي معانا الغلبانين يعني وإحنا أطفال، بس أنا عمري ما تعرضت للتنمر. هل ده ليه كويس بقى؟ يعني هقول لك بقى، لأن إحنا أصلا جسمنا ده برضه يعني بنقعد نسمعها دلوقتي كتير، بس أيامنا ما كانش فيه قوي الكلام ده. ما كانش يعني. ما هي التنمر هو إيه؟ أنا بتريق ولا بدافع إيه؟ ولا هزار. حد يضايق وأقول أنا بهزر، أنت زعلت؟ أنا بهزر دايما كده. ده يعني ده اللي بيتقال. انا متنمره شكلي كده. افتكري كده تقريبا. انا مش كده عارفه اجمعها. يلا حاجات فاتت مش مشكله. جسمنا على فكره بيطلع طاقه، لان انا لو ماشيه واثقه من نفسي وطريقتي فيها ثقه بنفسي، بعرف ادافع. صح. كل ده بيمنع عني جزء كبير جدا من التنمر. كل دي حاجات الرياضه بتعززها جدا جدا جدا. والدراسات اللي بتقول كده، خليني اقول لكم كمان دراسه اتعملت طوليه، يعني مسكوا اطفال من سن 6 سنين لحد ما كملوا 18 سنه. الدراسه دي اتعملت في هولندا. فالدراسه المطوله دي لقوا فيها ان الاطفال اللي كملوا في الرياضه من اول 6 سنين لحد ما كبروا مرحله الثانوي وخلصوها، كان عندهم انجاز انجاز سوري علمي اكاديمي اعلى، انتباه وتركيز اعلى،
سمات شخصية بقى بتتميز بالمسؤولية، بروح التعاون، بالثقة بالنفس. فحقيقي حتى الدراسات النفسية كمان بتأكد على أهمية الرياضة وعلاقتها بصحتنا النفسية. طيب أستاذة أماني، عشان الوقت بيجي بس مهم جدا من كلامك، ويمكن كمان الفقرة اللي فاتت ربطنا الكلام ده بسؤالي، هي في أهالي فعلا بيربوا غلط لأن هم عندهم مشاكل يعني سميها نفسية، سميها تروما، لأن هم نفسهم بتربوا غلط. وهذا ما وجدنا عليه أبائنا للأسف. يعني بنكمل. إحنا بنيجي نعالج الأجيال الجديدة بس صحيح. الأساس بيبقى، وده بنشوفها كتير جدا صح. الأصل بيبقى الأب والأم هم اللي ربوا غلط لأن هم اللي عندهم مشاكل أصلا صحيح. يعني لما تيجي بقى تحطي إيدك على حضرتك طبعا أخصائية في هذا المجال والمعنيين بحل المشاكل اللي زي كده، هتبدأوا منين؟ ما هتحلوا الحالي ولا هتروح تقولوا للأهالي إن المشكلة فيكوا وهم مش هيقبلوا حتى ده؟ فانت في ثقافه ان الاهل ما بيغلطوش، احنا اتربينا كده حتى كلنا يعني بنعتذر في اي حاجه يعني عشان لو بيتفرجوا. لا انا بهزر، ده احنا قطعنا الدنيا. بتعتذري على ايه يا بابا؟ ده احنا فضلنا شويه نقول الاهالي محتاجين نربيهم هم الاول. في زي اهالينا يا جماعه بنهزر، فاهماني؟ فيعني لا، الموضوع سيركل مرتبطه ببعضها وما تعرفيش فعلا عشان تحليها هتحطي ايدك على في انهي زاويه. محتاجين بقى نكسر هذه دايرة العنف اللي مكملة معانا من واحنا صغيرين دي، محتاجين نكسرها. بس الحقيقة بالعكس تماما، عايزة اقول لكم ان الاهالي بجد بتستجيب لان هي بتبقى فعلا مش فاهمة، ما عندهاش المعرفة، مش عارفة ان انا لما بوبخ ابني، لما بطلعه من الرياضة، لما بتنمر عليه، لما بعمل كل ده، ان انا بأثر عليه نفسيا. لا، ده انا بربيه، انا بقومه. اه طبعا، في ناس كده بتغلط. تربيه ايجابيه طبعا. احنا عايزين نربي جيل سليم. في ناس بتعتبر ان هي لما تقول لابنها يا فاشل يا فاشل ده تحفيز بالنسبه له. انت متخيله الموضوع واصل لفين؟ دي حقيقه طبعا. انا بشتغل في كليه الدراسات بشتغل في كليه الدراسات العليا للطفوله، فبيجي لنا اهالي. فالحقيقه احنا بنشتغل بقى على ناحيتين، انا بشتغل كونسلنج الاول مع الاهل، لازم أأهل الأهل وأفهمه بإزاي يتعاملوا مع حسب المرحلة العمرية، ما هو الطفل غير أكيد المراهق غير الشاب. عشان يساعدوك في اللي بتعمليه مع أولادهم. والجزء الثاني فالبرنامج العلاجي مقسوم اتنين، الجزء الثاني بقى مع الطفل حسب المشكلة اللي عنده، محتاج برنامج لتعزيز الثقة بالنفس حسب الحاجة اللي عنده، فرط حركة، أيا كان المشكلة. فإحنا طبعا لازم نشتغل على الجانبين، الاثنين بيكملوا بعض. أستاذة أماني، إحنا مش هنقول غير حاجة واحدة، نورتينا. ميرسي والله العظيم، ثلاثة نورتينا والله ابن وقفتينا بوجودك معانا. شكرا جزيلا، فكرة جميلة، وان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني لان هو ملف كبير طبعا، عايزين نناقشه بزوايا مختلفة. شكرا ليك استاذ اماني جدا. ميرسي، شكرا جزيلا، شكرا. طيب هنطلع فاصل ونرجع بقى مع حضراتكم في اخر فقراتنا الحوارية، خليكم معانا. كلامنا لسه متواصل عن الدوريات العالمية والسوبر كمان الاوروبي. خلينا نرحب بضيفنا العزيز نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. استاذ نادر بونجور، اهلا بيك. بونجور يا استاذ نواند، صباح الخير يا استاذ كريم. صباح الفل. صباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، منور الدنيا. وعايزين بقى النهارده ندردش كده مع حضرتك في الدوريات الاوروبيه المختلفه، وتعالى نبتدي بالدوري الانجليزي اللي انطلق بالفعل، ورؤيتك للجوله الاولى، حجم المنافسه فيها كان عامل ازاي؟ وهل تقدر بموجب اللي شفته في الجوله الاولى تستنتج النهايات هتكون عامله ازاي؟ يعني طبعا بالنسبه للدوري الانجليزي طبعا بدا برده بشكل جيد ومثير، كان في اثاره في بعض المباريات، شفنا ماتش تشيلسي وليفربول كان قمة الجولة، لكن ما عجبنيش على المستوى الفني بشكل كبير جدا. الماتش اللي كان ممتع بصراحة على المستوى التكتيكي والأفكار التكتيكية كان بيرني ومانشستر سيتي. الجولة الافتتاحية كان كومباني وجوارديولا في شغل مميز جدا. أعتقد في اللقاء ده ظهر بعض الأفكار اللي ممكن يتبعها بيب جوارديولا في فك شفرات كسر ضغط الخصوم. لما قدم إيدرسون حارس المرمى وبقى زي قلب مدافع كده بجانب اللاعب مانويل أكانجي، ساهم بشكل كبير جدا واستغل إيدرسون اللي هو بيلعب كرة بشكل جيد جدا، فهمها كمباني فعمل كثافة عددية في وسط الملعب. فبالتالي راح جوارديولا لاجئ لعملية التمريرات الطولية من إيدرسون لهالاند وتحركات دي بروين طبعا قبل ما تصاب، ودخول ألفارز في وسط الملعب والحركة بين الخطوط. كل هذه الأمور طبعا ساعدت في ربكة لدفاع بيرني. السيتي خلق محاولات وحلول هجومية بشكل كبير جدا من خلال مهارات برضو برناردو سيلفا، وأعتقد كان يستحق المكسب. وطبعا السيتي بيستمر على الأداء الرائع وفريق مرعب بصراحة. بالنسبة طبعا لمانشستر يونايتد، يعني ما ظهرش في اللقاء الأول بشكل جيد، كان في مشاكل كثيرة جدا خاصة على مستوى التمركز في الأخطاء الدفاعية. كمان في نقطة يعني فنية شفتها في اللقاء، أعتقد إيريك تنهاج المدرب لاعب ماونت وبرونو فرنانديز وكاسميرو الثلاثي، أعتقد في مشاكل كثيرة جدا في تداخل في الأدوار في الملعب بين برونو
ولاعب ماونت الصفقه القادمه من تشيلسي، كان لازم بولونو يتاخر شويه ويلعب صانع لعب متاخر، هيبقى كشف الملعب اكتر وهيدي حريه اكتر لماونت كمان في الحركه في انصاف المساحات. لكن كاجمالا اعتقد كان بدايه مميزه جدا، وانا شايف ان فريق ليفربول يعني محتاج لسه شغل كتير. صحيح طبعا. طب وارسنال برضو استاذ نادر، رايك ايه في اداء ارسنال؟ وارسنال الموسم اللي فات ابتدى بقوه شديده جدا لكن ما حافظ يعني على هذا المستوى، الموسم ده انت شايف ازاي بدايه الوديه وتالقه برضو؟ هل ممكن يستمر كده ولا برضو هيتكرر نفس السيناريو من وجهه نظرك؟ لا انا اعتقد ارسنال بعد ما جاب صفقات زي تيمبر وديكلان رايس وهافيرتس هيبقى هيساهموا بشكل قوي في الجانب الهجومي. شفناه مع نوتنغهام فورست كسب بصعوبه لكن كان مكسب يعني معنوي ويقدر ينافس. الميزه في ارسنال في اللقاء ده اللي هو لعب بشكل ديناميكي مختلف، كان بيلعب لما هو ماسك الكوره 3 2 2 3 تحركات مميزه جدا. نوتنغهام كان بيلعب ميد يمبلوك ضغط متوسط وكثافه عدديه، فبالتالي ارسنال وجد صعوبه في التمرير واللعب في العمق، فكان عنده خداع ارتيتا. حاول تيمبر يلعب في انصاف المساحات في الجانب الايسر واوديجارد في الجانب الايمن عشان يساهم ويدي فرصه لخلق موقف واحد لواحد سواء لهافرتس على الجانب الايسر او ساكا على الجانب اليمين. وطبعا كان في زياده عدديه على الاطراف في فريق ارسنال ونجح بشكل كبير جدا اللي هو يهدد مرمى نوتنغهام فورست وقدر يكسب ولكن بصعوبه. والنقطه المهمه في فريق ارسنال اللي هو اعتقد انا شعرت اللي هو عنده نفس الدافع والطموح بتاع السنه اللي فاتت، اعتقد هيستمر للنهايه يعني يقدر ينافس السيتي نقول الموسم ده بشكل كبير. اعتقد هينافس بشكل كبير جدا وهيبقى نفسه اقوى من الموسم الماضي. طيب خلينا نقف شويه عند ليفربول، وحضرتك يعني قلت ما معناه ان البدايه الموسم ده مع ليفربول ما هياش الامثل، ما هياش البدايه الاقوى، واكيد مش هنختلف ان ليفربول في الفتره الاخيره عموما حتى في اخر كام موسم يعني او اخر موسم بصفه خاصه كمان مش ده ليفربول اللي احنا عارفينه. في رايك ليفربول ايه اللي بينقصه عشان يرجع مره ثانيه يعني يتم تتويجه ويعني ويستمر في الحصول على القاب؟ ايه اللي ناقصه؟ يعني انا اعتقد ليفربول يعني في لقاء تشيلسي حتى في البري سيزون والجولات التحضيريه ما قدمش الاداء الكبير او المقنع. انا شايف اللي هو ينقصه يعني هو مشى لعيبه مميزه جدا زي فابينو وهندرسون طبعا راحوا للسعوديه، ما عوضهمش بلعيبه جيده. يعني انا شايف بيلعب بثلاثي وسط ملعب سوبوسلاي من الصفقه الجديده مع ماك اليستر وجاك، لعيبه طبعا ما عندهمش اللاعب رقم 6 اللي احنا بنقول عليه في كره القدم ديستروير بيقطع ويفتك من الخصوم بيفسد الهجمات، بينقصه ده بشكل كبير جدا. فبالتالي اي تحول فبيبقى فيه الحته في وسط الملعب ده فاضيه فريق ليفربول، فكان محتاج لاعب رقم 6 كمان. بقى ليفربول عن السنين الماضيه اللي كان خد فيها دوري ابطال اوروبا بطيء جدا في عمليه الضغط العكسي، فبالتالي ما بقاش يستخلص الكره من المنافس بشكل سريع زي ما كان بيعمل قبل كده. الثلاثي الامامي محمد صلاح جوتا او نونيز او لويس دياز، الثلاثي ما فيش تناغم بشكل كبير جدا، فتحس برده في حاجه مفقوده طبعا. وطبعا قلبي الدفاع كونتيه وفيرجيل فان دايك لسه برضه في مشاكل وبطء بشكل كبير جدا. فانا اعتقد اهم نقطه في فريق ليفربول لازم يحسننا يجيب لاعب رقم 6 قوي بدنيا زي ما احنا بنقول، يقدر يقطع الكره من الخصوم وكمان يبقى قوي في عمليه الضغط. طب اللي احنا بنسمعه عن طبعا يعني تراجع شويه او النسبي في اداء ليفربول ككل والرومرز او الاشاعات اللي طلعت مؤخرا على ان ده هيدفع بمحمد صلاح ان هو يبتدي يفكر في العرض اللي المفروض يكون جاي له من الدوري السعودي، هل السيناريو ده وارد الحدوث برضو من قراءاتك ولا بعيد شويتين؟ لان محمد صلاح حسب ما قرينا برضو هو بيتكلم ان مش طموحه دلوقتي ابدا الخطوه دي، بس في لعيبه تانية قالت نفس الجمله وراحت طبعا. يعني ما بقاش في حاجه مضمونه حي دلوقتي. طبعا اعتقد محمد صلاح يعني تفكيره مختلف وعنده طموح اللي هو يحقق ارقام قياسيه مع فريق ليفربول، وطبعا محقق ارقام قياسيه وهو دلوقتي اسطوره في فريق ليفربول. محمد صلاح ممكن يروح السعوديه بعد سنه او سنتين، انا شايف ده اعتقد هو هيستمر في فريق ليفربول، وبعض المصادر المقربه للاعب يعني قالت اللي هو يفضل البقاء في فريق ليفربول. هو مدير اعماله قال ان صلاح منفتح على العرض السعودي ولكن مش الموسم ده. يعني هو قال اللي حضرتك قلته. انا اعتقد ممكن يعني يفكر بعد سنه او سنتين يكون خلاص بقى حقق كل حاجه في اوروبا. بس هو صلاح هيستمر في تحطيم الارقام القياسيه ازاي اذا كان حال فريقه بالكامل متردي؟ ما هو بالشكل ده هيبقى هيعاني بشكل كبير جدا ده هيعطله هو شخصيا عن التارجت اللي هو عايزه. دي حقيقه هيتعطل بشكل كبير جدا، فالليفر اصلا كمنظومه دلوقتي لا عنده مشاكل كثيره جدا، فلازم محمد صلاح يعني الناس تساعده بشكل كبير جدا عشان لو استمر له على كده انا ممكن برده ما يبقوش ايه في الاربعه الكبار زي السنه اللي فاتت. كمان صلاح يعني بشكل كبير جدا، صلاح دلوقتي يعني كان بيبقى هو الهداف، دلوقتي هو اللي بقى يلعب الفرقه وصانع لعب بيحاول يساعد، لكن لازم حد يساعد معاه. طبعا
طيب تعالى نتكلم شوية عن الكرة الأوروبية ومستقبل الكرة الأوروبية برضو من وجهة نظرك أستاذ نادر، مع كل الأسماء اللي يعني بتذهب أو بترحل عنه، ومش هتكلم عن الدوري السعودي كلمنا عنه كتير، بتكلم على الدوري الأوروبي أو الكرة الأوروبية، مع اختفاء الأسماء الكبيرة فيه، هل ده هيؤثر على المتعة في الكرة الأوروبية والإنجليزية وغيره تحديدا، ولا ملوش علاقة برضو؟ يعني انا اعتقد مش هتاثر بشكل كبير جدا، يعني كانوا برضو يعني نيمار كان موجود في باريس سان جيرمان، امبابي، كريستيانو ما كانوش برضو الفتره الاخيره بيلعبوا بشكل كبير جدا، نيمار كان برضو ده برضو عليه علامه استفهام اكبر ان انت اسماء زي دي موجوده في نادي مفروض موفر لهم كل حاجه وبرضو ما حققوش حاجه، يعني يمكن بس في الدوري الفرنسي وهما بينافسوا نفسهم في الدوري الفرنسي يعني. دي حقيقه، ولكن الدوري الانجليزي يعني اي عنصر بيلعب لا هو رقم واحد وفي اثاره بشكل كبير جدا. انا شايف الكره الاوروبيه اصلا الموهبه الحقيقيه دلوقتي واللاعب الفذ ما بقاش موجود زي زمان. فبالتالي لما نشوف مثلا كاسيدو جه ب 116 مليون يورو لتشيلسي، ديكلان رايس ب 105، يعني ما نتفاجئش بالمبالغ الباهظه دي، لان اصلا مستوى اللاعب هو كده، ما فيش اللاعب الموهبه الفذ دلوقتي، يعني الموهبه الحقيقيه لا تتخطى على اصابع اليد الواحده. بس انا تخيلت ان اجابتك على سؤال نهاوند هتبقى مختلفه حبتين، لان السؤال منطقي فعلا من زاويه ايه؟ ما انت بشكل مباشر بتفرغ الدوريات الاوروبيه من نجومها وبتاخدهم كلهم في الدوري السعودي. فانت شايف الحكايه دي ازاي؟ يعني بالتالي عايز اقول لك بالتالي ان ناس كتير هتلاقي ان لا، في هتنتقص من متعه المشاهده للدوريات الاوروبيه عدم وجود نجوم اوروبا في دورياتهم الاصليه. طبعا دي هتاثر بشكل كبير، يعني مش بشكل كبير، الدوري الانجليزي برضه هيفضل المتعه هيها. يعني انا شايف الدوري السعودي هم ماشيين مشروع دوله هناك ومخطط ليه، واعتقد طبعا هو ماشي بشكل جيد وهينجحوا في ده، عشان يبقى خلال السنين القادمه يبقى من اكبر 5 دوريات في العالم. انتداب النجوم والقنوات الاوروبيه بقت تشتري الدوري السعودي، فده كله هيخلي طبعا العين على الدوري السعودي. ولكن انا شايف برضه يعني الدوري الانجليزي هيكون له بريقه الخاص والمتعه الخاصه بتاعته. طب اشمعنى استثنيت الدوري الانجليزي بس دونا عن كل الدوريات الاوروبيه؟ يعني ماسك نفسه ماسك نفسه. انا شايف ان الدوري الاسباني انا شايف الدوري الاسباني يعني في حاجات كتيره زي الدوري المصري من حيث المشاكل والبث والاخراج، وبعد رحيل ميسي ورونالدو في مشاكل برضو كبيره جدا، فما بقاش في متعه كبيره للدوري الاسباني عكس الدوري الانجليزي، يعني كل الفرق بتلعب بشكل مميز. مثلا بقى لها فتره طويله ما حدش فاهم حاجه، هو ايه اللي بيحصل؟ برشلونه طبعا من ساعه ازمه كورونا والازمه الاقتصاديه عندهم ديون كثيره جدا، مش عارف يجيب الصفقات، يعني على اخر لحظه في قبل بدايه الدوري سجل صفقاته الجديده عشان الديون، بعد ما شركه المانيه طبعا اشترت جزء من الاسهم بتاعته. فبرشلونه طبعا بيعاني بشكل كبير من ازمه ماليه، اعتقد تشافي يعني بيحاول يعالج على ولو بسيط السنه دي، ونجح طبعا السنه اللي فاتت وحصد الدوري، ولكن بمستوى برشلونه ده اعتقد هيعاني بشكل كبير جدا في مستوى دوري ابطال اوروبا. كلام محترم. تعال نتكلم شوية عن المدربين، تمام؟ لما تيجي تقارن بين المدرب الأوروبي والمدرب المحلي عندنا، والمدرب مثلا حاليا اللي بيتواجد مثلا في دوريات ابتدت تشد حيلها شوية وهم معظمهم محليين زي مثلا في المغرب أو غيره، بتحس إن المنتاليتي أو الفكر مختلف تماما، وكل واحد بيركز على تطوير حاجة معينة بتفرق بشكل كبير مع اللعيبة بتاعته. المدرب المحلي مش بالشرط ان هو يكون مش مدرب شاطر، شفنا ركراكي مثلا مدرب محلي وعمل مع المغرب حاجه رائعه جدا، عندنا احنا اسماء عدت على مصر برده كويسه، لكن لسه احنا مش في المستوى اللي نقدر نقول حتى على 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 يا صعيد المنتخب كمان ان انا اقدر يعني احمل الموضوع على مدير فني محلي. على عكس اوروبا لا، معظم المديرين الفنيين هناك بينتموا لبعض الانديه او للدوله نفسها يعني. فليه ليه ده احنا لسه بعيد عنه قوي؟ طبعا بالنسبه للمدربين في العرب مثلا المغرب وليد الركراكي او حتى المدربين الاوروبيين يتفوقوا بشكل كبير جدا على المدرب المصري المحلي، وده انا شايف طبعا زي ما بنطالب اللعيبه تتطور لازم هنا مصر والاتحاد الكرة يعمل رخص تدريب للمدرب ويطور المدرب ويعمل لهم محاضرات كمان تثقيفية. المدرب المصري طبعا يعني بيعاني بشكل كبير جدا، ما عندوش الرخص الاحترافية اللي هي البرو، باستثناء مثلا واحد او اثنين زي الكابتن ايمن الرمادي هو الوحيد اللي ممكن يشتغل في اوروبا. فاعتقد ده مشكله كبيره جدا، لازم ملف كبير على فكره لازم. جدا محتاجين، يعني احنا دايما حتى لما جينا اتكلمنا على تطوير منظومه او سمعنا عن تطوير منظومه كره القدم المصريه اتكلموا
في التحكيم، اتكلموا في الارض، اتكلموا في الملاعب، في الكاميرات، في الصفقات، في كل حاجه، لكن الكلام عن المديرين الفنيين ما تطرقناش ليه، يعني ما سمعناش عنه. يعني فعلا دي نقطه مهمه ان احنا نقف عندها شويه، يعني ايه اللي ينقصنا؟ ليه ما يبقاش فيه زي ما انت بتتكلم اختبارات معينه، يبقى فيه كورسات معينه، يبقى فيه شروط معينه؟ بس الخبر الوحش بقى ان النقطه دي مش هنقدر نقف عندها شويه ولا سريعا للاسف. فكرك طب لو اجابتك سريعا يا نادر. طبعا هي دي مشكله، طبعا لازم المدرب يتطور بشكل كبير جدا، حتى لو يجيبوا له مدرب اوروبي يجي يعمل هنا محاضرات، الاتحاد الكره يساعد المدربين اللي هم يخرجوا بره ياخدوا الرخص التدريبيه، عشان طبعا ما بيساعدهمش بالشكل ده. فانا شايف ان المدرب بعدين نرجع نلوم، ما هي برضو 1+1. فطبعا الكره المصريه يعني بتعاني من مشاكل كثيره، طبعا نتمنى طبعا تتعالج في اقرب وقت ان شاء الله. ربنا يخليك، من الساعه يعني سعداء جدا بوجودك معانا في حلقتنا النهارده، نورتنا وشرفتنا، ونشوفك على خير ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ كريم، انا اسعد والله. ربنا يخليك يا استاذ نهاوند، وسعيد ان انا موجود معاكم، وبتمنى لكم طبعا اجازه سعيده. بس ما شاء الله عليك بجد، معلوماتك كتيره، يعني احنا ان شاء الله الفقره الجايه لما تنورنا مره ثانيه تبقى اطول، لان فعلا بنستفيد يعني. ربنا يخليك يا استاذ نهاوند، انا سعيد ان انا موجود معاكم ان شاء الله. ربنا يخليك، احنا اللي سعدنا. نشكر حضراتكم، نشكرك. يا سلام. بس بقى في خبر اجازه يا حضرات، خبر حلو لينا وممكن يبقى حلو للناس برضه. وارد برضه، يصح برضه. احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي اجازه، 10 صفر في الاهلي كله هيكون اجازه، نعود ليكم باذن الله الاسبوع اللي بعد الجاي، وحلقات جديده وفقرات جديده واكيد اخبار جديده. مع السلامه.